عندها نوع من الحكمة ونوع من ال، عشان كده يمكن من هو من أكتر الحاجات اللي بتبقى قريبة للبني آدمين، لأن هم مش مجرد ان هو كائن بتركبه وخلاص. كل الناس اللي بتركب خيل فاهمه كويس قوي انه لو ما حصلش تواصل بينه وبين الخيل اللي هو راكبه، وان هو يبقى فاهمه، مش هيقدر يعمل له حاجه، ومش هيقدر، وبالعكس يعني لو ما كانتش علاقته بيه كويسه هيبقى دايما مش قادر ياخد النتائج اللي هو عايزها. عارف لما الام مثلا ولادها بيبقوا داخلين من المدرسه ومن غير ما ينطقوا ولا كلمه تقول له اه انت جبت نمره وحشه او اتخانقت تاني في المدرسه، والولد مبقاش فاهم هي عرفت ازاي، في جزء انك بتحس مشاعر وفي جزء انه زي الحدس، انه انك بتقدر تعرف حاجات من غير، زي برضه ما بتقابل بني ادم وتحس انك مش مرتاح له كده، وبعد فتره تكتشف انه احساسك كان صح. كل موضوع انك بتتعلم ازاي الحاجات دي تفهم معناها، مش تقول لنفسك اه ده انا طلعت ده حرام ليه بقول عليه كده، وبعد سنه تكتشف ان انت كنت صح. او مثلا برضو في صديقين لما بيبقوا عارفوا بعض بقالهم سنين، لما بيقعدوا ممكن ما يقولوش ولا كلمه، يبصوا لبعض في قعده وهم الاثنين يفهموا هم عايزين يقولوا ايه. الحاجات دي كلها بتبقى فيها نوع من التواصل من غير الكلام. كل الموضوع ان انت بتتمرن اكتر وتاخد تكنيكس تخليك تعرف انك تقدر تعمل ده مع الحيوانات من غير ما، لان هم طبعا بيتكلموش، ازاي تتواصل تفهم الحاجات اللي انت محتاج تفهمها عن طريق انك تحس بالمشاعر وعلى طريق الحدس من غير ما تبقى بتتكلم معاهم، يعني عشان كده اسمها تواصل. الاحتياجات مهمة قوي لو اتعاملنا مع حيوان، ان احنا نبقى فاهمين انه ده روح، فالروح ده زي ما عنده احتياجات انه مثلا بياكل وحاجات جسدية وبياكل وبيعيا وبيروح للدكتور، لازم نفهم انه هو عنده مشاعر كمان. ولو شلنا النص ده من الاكويجن، يعني من المعادلة، هيبقى كأننا شايلين جزء كبير، لان هم عاملين زي الاطفال كده. الطفل لو زعل تلاقيه بيرميلك الحاجات على الارض وبيعيط وبيعمل مش عارفة ايه، هما كمان بيتغيروا قوي لو في حاجه مضايقاهم وانتي ما بصيتيش على الحاجه دي. يفكر يجيب حيوان في البيت، لازم يفكر كويس قوي هو عنده الوقت للحيوان ده ولا لا، عنده الطاقه للحيوان ده ولا لا، هيقدر. والموضوع مش وقت ان انا او امكانيات ان انا مجرد ان انا هقدر اجيب له اكل واوديه للدكتور، موضوع هقدر اقعد معاه كل يوم ولا لا، هقدر انزله يمشي ويجري ويلعب ولا لا، هقدر اقعد وقت مش مشغول بتليفون ولا بتلفزيون بس قاعد معاه هو، لانه هو في الاخر زي ما قلنا ده روح. فلو الروح دي انت هتجيبها عشان تحطها في البيت يبقى هتعمل لك مشاكل اكتر من اللي هتتبسط فيه. لما بتديها من وقتك وتهتم بيها بتلاقي ان هم يعني احسن صديق في الدنيا يعني. هو يعني متهيألي يعني هو بالطبيعي انه يعني مش هتجيب، غالبا مش هتجيب اسد تربيه في البيت يعني. في ناس عملت كده طبعا. هي الفكره انه انت ممكن يعني تتواصل مع اي حيوان، هي الفكره كلها انت كمان لازم تحط في دماغك ان انت تعمل له اللي هو محتاجه. يعني انا ما اجيبش مثلا كلب كبير محتاج يجري ويلعب وبتاع واحبسه في اوضه عشان دي الاوضه اللي عندي، فهو كل حاجه تنفع، بس هي تنفع ليه هو كمان ولا لا، محتاج تفكر في الموضوع ده.